يا ده اتفرج على ايه؟ ما شوفي على مواقع التواصل اللي تنشر موضوع سحب الأطفال تسلطي كنت أمت على الأسر وسحب الأطفال من ذويها، واللي شغل بالك كمان؟ ومواضيع كثيرة مثل أيضا عندك تعليم الأطفال الصغار في المدارس، الحياة الجنسية من خلال الصور والأفلام، وكمان في نفس المدارس موضوع دعم المثلية الجنسية ودعمها وتشجيع لإلها كمان. طيب بتفكر تحافظ على أولادك إزاي؟ والله ريم الخطط يعني هي بهجرة عكسية بصراحة. هجرة؟ وإنت فكرت تعمل زي أدهم؟ عمرك فكرت تسيب أوروبا وترجع لبلد عربي عشان خايف على أولادك من الفكر الغربي وعايز تحافظ على هويتهم، أو عشان قلقان لو ضربت عيالك أو اتكلمت معاهم في حاجات معينة ياخدوهم منك؟ خايف مراتك تتأثر بكلام يخليها ضدك أو تبلغ عنك عشان شدة بينكم؟ وانت خايفه جوزك يقلد الغرب ويطلب منك تشاركي في مصاريف البيت؟ عارفه انكم فكرتوا عشان انا كمان فكرت. طيب بعيدا عن الايجابيات اللي بتتمتع بيها اوروبا من نظافه وحريات وسهوله الحياه اليوميه وتعليم مجاني وفرص للتطور الى اخره، خلونا نفكر بصوت عالي لنكتمل بالمعرفه. هل تضمن لو رجعت المخاوف دي تختفي؟ مش العالم بقى قريه صغيره وتاثيرات حوالينا في كل مكان؟ الشباب في بلدنا خصوصا جيل الـ2000 او الجين زي كتير منهم ما بيعرفش يقول كلمتين عربي على بعض، وهو ده شباب المستقبل مع انهم ما اتفرجوش على سبيس تون. سنعود بعد قليل. وبيقلد ترندات السوشيال ميديا وبقى شايف المثليه حريه شخصيه عشان الايدل بتاعهم كده، ويقول لك ده طيب وكيوت. هتقولوا تربيه الاولاد في بيئه محافظه وشبهنا في الاعياد والاجازات اسهل، معاكم حق، بس التربيه دايما حسب اسلوبك ومعاملتك. متعصب ولا معتدل؟ هل شدتك عليهم بتنتج طفل سوي ولا واحد صدمات الطفوله مش سايباه في حاله وممكن يطلع عكس اللي تتمنى وعكس اللي اتربى عليه، وده سواء في بلد اوروبي او عربي. ومنفعش ننسى دور السوشيال ميديا اللي كلنا مدمنينها ونسينا ندي لاولادنا نموذج للاسره المتحابه. وخايف مراتك تقلب ضدك؟ طب هل ده مش بيحصل في بلادنا كمان بسبب الاهل او صديقات وجمعيات حقوق المراه؟ والواقع ان الواحده مننا بقت عارفه حقوقها كويس قوي، بس انتوا صفوا النيه تجاهنا وتقوا ربنا فينا. واللي خايفه من طلب المصاريف في الغرب، ده بيحصل في بلادنا برضه. وهرجع اقول السوشيال ميديا قايمه بالواجب وزياده لحد ما عادت الشيطان في البيت. سنه 22 بلغ معدل الزواج في مصر 8.1 لكل 1000 نسمه مقابل 2.2 للطلاق، بالمقابل في المانيا بلغ معدل الزواج 3.9 لكل 1000 شخص، ومعدل الطلاق حوالي 1.9 لكل 1000 شخص. في النهايه مش جاي اقول لك تهاجر او تفضل، القرار ليك، بس بقول لك ان التحديات موجوده في كل مكان. كل ده موجود في البلاد العربية وكل مدى بينتشر أكتر وأكتر. في الأول كان من تحت لتحت، بس حالا رايحة بينا على فين يا دنيا؟ لو فضلت أو نزلت ابدأ بنفسك، راجع علاقتك بشريك حياتك وأولادك، بلاش تقول هربيهم زي ما تربيت وإحنا زي الفل أهو، بلاش إنكار الواقع اللي عايشينه، أنت فعلا زي الفل؟ حاول تكون أنت القدوة الصح لأولادك، اشتغل على نفسك وفهمك للتربية، وافتكر إن الحل بيبدأ من جواك قبل مكانك. فبدل ما تشغل نفسك بمشكلة جانبية موجودة في العالم كله بنسب مختلفة، اشغل نفسك باللي ممكن يكون المشكلة الرئيسية وهو انت. اشغل نفسك بانك تكون صورة احسن ومثال لأولادك عشان ما يتملوش عقد نفسية ملهاش اول من اخر، واحتمال كبير انهم ما يكونوش شركاء حياة اسوياء واب وام مش عارفين يقوموا بدورهم صح وشايفين التربية في الاكل والشرب وكم كلمة قال الله وقال الرسول بدون ادراك ولا فهم، وهنفضل في دايرة ملهاش نهاية، صدمات طفولة وعقد وخوف ورهاب جيل بيسلم جيل، وهنا بتكون البداية في الانحراف عن كل ما هو سوي وعدم الإدراك الصحيح للمفاهيم زي حب وكره وغضب وغيره والتقليد الأعمى لكل شيء حوالينا. لو ما قدرتش تتكيف مع التغيرات السريعة من حواليك وتشتغل على نفسك هتواجه صعوبات كبيرة، وللأسف هتلاقي نفسك في دوامة من المشاكل. لما تحل مشاكلك الداخلية وتراجع أفكارك ومعتقداتك، بعد كده فكر في خياراتك زي الهجرة أو غيرها. ابدأ بنظرة جديدة على حياتك وكن مستعد لمواجهة التحديات. كنت معكم أنا ريم أحمد من عمرك فكرت لنكتمل بالمعرفة.